وجاءت سكرة الموت بالحق، الحق أنك ستموت، الحق أنه ستأتيك ملائكة، إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، الحق أنك ستعرض للسؤال، الحق أنك سترى إما جنة وإما نار، فكيف سيكون الحال وكيف سيكون السؤال؟ بل ليت شعري، كيف سيكون الجواب وأين سيكون المصير؟ هل ترى مقعدك من الجنة أم ترى مقعدك من النار؟ إن ساكن الدنيا لابد أن يعلم أنه سينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى. يا ساكن الدنيا، إن مجراك القبر غدا، فماذا أعددت للقبر؟ إنه اختبار للتوحيد. من ربك؟ لن يستطيع أن يقول ربي الله إلا من أطاع الله وتعرف على الله، لم يخشى إلا الله، لم يستعن إلا بالله، لم يعطي إلا لله، ولم يمنع إلا لله، ويغضب من أجل الله، حياته كلها لله، فيثبته الله. لم يشرك بالله، لا سحرة، لا شعوذة، لا كهنة، لا عرافين، لم يقسم إلا بالله، وما قدم النذور إلا لله، وما ذبح إلا لله، ولم يستغف إلا بالله. سينجح في اختبار التوحيد، ثم اختبار للصدق. وما دينك؟ قال: ديني الإسلام، الإسلام المبني على 5 أركان، على شهادة التوحيد، على إقامة الصلوات. فأين المصلون؟ صلاة الفجر تئن وتشتكي، وباقي الصلوات تئن وتبكي، والمسلمون يمرون على المساجد كأن الأمر لا يعنيهم. ستسأل يا مسكين، إذا وسد العبد في قبره، جاءته الأعمال الصالحة، جاءته صلاته، جاءه قرآنه، جاءه ذكره وتسبيحه وتهليله، يدرؤون عنه العذاب، فيرسل الله عليه طائفة من العذاب، فتأتي من رأسه فيردها القرآن، فتقول: والله في الليل والنهار يقرأ القرآن، والله أصعب ليله ونهاره وهو